عاجل. أعزائي المواطنين، أنتم ما درتوا فينا الثقة، وإحنا ما نقدروش ندسوا عليكم الحقيقة. المرميطة بدأت تنشف والحالة راها تشف، إذا لازم نطبق سياسات التقشف. أعزائي المشاهدين، معاكم مخفي كنكون راه يكلم فيكم بلاطو تاع رابي نيوز. واه بلاطو ما كانش على بالي، راني نشوف إحنا تاني فرضوا علينا سياسة التقشف. جابوا لي بريس في بلاصة الكابوتشينو، وفي بلاصة البيرو عندي بانكو سومبريرو. ما عندنا ما نديرو، هما داو القرار، كي نقول هما سيطادير المسؤولين الكبار. راني محتار، راهم يخلصوا غالي، اون بليس تالي فيهم يطعن في القانون المالي. وراهم رجال الاعمال واهل الاختصاص باش يعطونا الحل وينهضوا بالاقتصاد. كيما عودناكم معانا سي بوصيله من مجلس النواب، اليوم راه يكلم فينا. الو رد عليا، اسكو راك تسمح فيا، شراهم يقولوا على قانون الماليه. من البرلمان جاتوا من راس طمان، الهضرة راهي تدور وسيجي قانون الأموال. زادوا بالصوص وزادوا بالمعصوص، أصحاب الكرافطات وداوي يشردوا بالحدود. أنا نتقشف حتى نتشقق، عري شراهي دور ضحي بشوية من خطتك غادي نولو فور. شراكي تقول انا نضحي بالصالح، في بالي راك مهبولة، هادي قاع ماشي افيغ. رحمي ما يقدونيش، راهم يروحوا ريفليكسي، اللي يبغي يقضي حاجة ما يعيطش يبقى غير بيبكي. فرصة ما تكفينيش باش ندير المانيكيغ، نبغي لي كولوغ، جو سوي فام بيان سيغ. راني نطالب بالزيادة في الاجور باش نكونوا الاز ونقدروا نعالجوا الامور. ما فيها والو يطلعوا لك السالار، ما فيها والو علاش ماشي عفر. كيف كيما الناس كاع رانا في مرميطة، سيدي رد عليا بكلمة بسيطة. باش يزيدوا لك في الخلطة لازم يرفعوا الأسعار، زيد سبيسيفيك في الزوالي يشعلوا النار. زيد سبيسيفيك شاكيبو يدي ويروح، خالف وعاوننا باش داير المشروع. نموذج الشاب الناجح بالسرقة والاختلاس، والفضيحة تاع البنك رانا نعانوا من الإفلاس. سي سبيسيفيك كتقولوا طبق التقشف، هما يضربوا الكبة ويدمروا للشعب الخرشف. أعزائي المشاهدين، قالك زير السنتورة، اللي يجي يحلب ويروح والشعب يخلص الفاتورة. البقرة اللي كانت تحلب فيها نورة، نشفوها المسائل ولا عابين تاع الكورة. والآن في رخم بلا ما تخافوا دير الكوراج، مع ديزان في تي باش تتوضح لنا الصورة. معانا الضيف الأول غادي يهضر ويقول علاش التقشف ويعطي رايه كمسؤول. كيما تعرفوا كاع المال عنده أرباب، وأنا نعرف الحساب وعلى التيكي نضرب الرباب. السؤال تاعك كان على سياسة التقشف، هذا الشي يخدم البلاد وماشي تعسف. مليحة التزيار الزوالي اللي بغيت يتعالج، يا انا برهني كاع غادي نحولهم للخارج. باسكو الازمة راهي كبيرة، غادي توجي الاقتصاد، وانا هادوك اطراحهم بالتوعي وماشي تاع البلاد. عندي مشروع وفكرة عبقرية، نستورد السيارات للطبقة البرجوازية. ما نسمعني بالتقشف، ني بسياسة التزيار، اللي يقولوا انا وانا نلعب بيهم البيار. فرضوا هذه السياسة باش يغطوا لي فويت تاع الازمة اللي كانت في لوروب في 2008. دراهم الفينيات نبدوهم للماريكان، وحنا حفرة تدمر حفرة من العاصمة للركان. طيب الفريت وكل ومسح لابوش، سينو لو كان غادي نزعك نقطع عليكم ليكوش. سي بو سكتنا ما غادي نقولوا والو، في هاد البلاد كاين غير نتوما لي تسالو. بقاتكم قادات لعبنا معاكم غير الفتات، باقي غير شوية وتخلصوا علينا الرقاد. والان اعزائي معنا معلق رياضي مشهور ومعروف، وبهاد الحال ما هو راضي. على بالي غادي تقولوا وانت كتب في السياسة، باسكو شفت بلي في بلادي كترو البياسة، كترو الرياض وكل واحد عنده تخطيط، وتتطفر غير في المواطن البسيط. كترو الحياة مشي باسكو ما كانش الخدمة، باسكو جون في البلاد ما عنده كلمة. يتحقوا نهار الغوط اي طوطي، وفي سير ليام خليه جده يحرك في بوطي. خليه يجري مور الخبزة خليه جيعان،
هاد الزوالي ليش ما غادي يدير النيبان. لا 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 يجوز، راك تعديت الحدود، دخلت المنطقه المحظوره وراك تقايس بالقرمود. اعزائي المشاهدين نرجعوا للموضوع، قالك زادوا في اللف والبطاطا والقرنوح، والزوالي راه منشوع من النيجيريا والجوع، من سياسه الداخل شوف غادي نشتاق المطلوع. معنا اخصائي في علم الاقتصاد والتسيير ومختص في التصدير والاستيراد، احصائيات تقول باللي عندنا غير في طول، باللي ما دخلنا والو نعرفو غير حل وكول. تقدر توضح لنا علاش راهم يبنوا سجون؟ وين راه المشكل؟ وتقدر تعطينا بعض الحلول؟ كيما نعرفو قاع عندنا مشكلة الانتاج، نستوردو كلش حتى الكسرة بالفرماج. تعود هاد الأزمة اللي رانا نمرو بيها، باسكو سعر البترول طاح، هادي من جهة. جماعة دارو المونتاج التالي فيهم على الفيزا، باش يفوت لينا راس العام في الفيزا. داخلها سلف سلف والله يسمح في الدين، حنا نديرو بطاقة شوف وهو يسلف في اللاشين. والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي، اللي عقله رام بوشي واللي قلبه رام توشي. تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي، قاع لي سنتيمولي في الكون فرخهم وارتاح. كرهت ومليت بالدورات وعشق الثقة، خير يا تتزوجني يا نقطع العلاقة. صافي عامين وانا معك في هذا القنت، لو كان تزوجت لو كان راهي عندي بنت. كل يوم نهدر معك في الموضوع تاع الزواج، وانت كل يوم متألف لي مسرحية بها بالاخراج. راني نلبس 40 من كترية الدورات، وراني نقجع تالمو راه دابرني الصباط. شقدني معك كل يوم هكا، كل يوم اطوار غير هي الدور، كل يوم نبكي كل يوم كارها، كرهت من وقعت من القنت الخور. شقدني معك كل يوم هكا، كل يوم اطوار غير هي الدور، كل يوم نبكي كل يوم كارها، كرهت من وقعت من القنت الخور. عمري علاش راكي مقلقة على الزواج؟ غادي يجي النهار وين انا وياك نديرو الكورتاج، ماشي غينتي حتى انا كرعية طابو، وركبية من الوشي راهم يلعبو القرقابو. باغي ديري الدار حتى انا مدابية، زيدي صبري شوية تريق للميزانية. على بالك وعلى بالي الزواج يلقام غالي، برقوق وزيتون وسلايط وانا فري زوالي. شراكي دايرة فطور قولي يا مسرارة، راني نشم في ريحة البوز اللوف والدوارة. انا قليل بصح فري عشرة، عمري قيسين لي 6000 باش نروح عند الحلاق. شقدني معك كل يوم هكا، كل يوم اطوار غير هي الدور، كل يوم نبكي كل يوم كارها، كرهت من وقف من القنت الخور. شقدني معك كل يوم هكا، كل يوم اطوار غير هي الدور، كل يوم نبكي كل يوم كارها، كرهت من وقف من القنت الخور. أعزائي المشاهدين كما كنتوا تشوفوا معنا، حصتكم راب نيوز واللي كان معكم أنا. نشكر حسن الاستماع خوتي، نشكركم قاع. إلى ذاك الحين غادي نديروا اجتماع نهضروا فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي باش انتوما تسمعوه. خوتي راسلونا حنايا نشاوروكم على راب نيوز @gmail.com.